ويا مسهرني. في حلقتنا النهاردة يمكن هتكون مختلفة، هنتكلم عن الحضارة المصرية القديمة، بس مش هنقول الكلام اللي تعودنا دايما نقوله، المصري القديم وان هو قدم لنا حضارة من اكتر من 7000 سنة. لكن يا ترى المصري ده ورحلتنا معاه النهاردة هو قدر ازاي انه يقدم لنا الموروث الهائل ده من الحضارة والموروث الثقافي كمان، واللي قدرنا نوصل له من خلال وصل لنا من الكثير من التاريخ عن مصر كله. وأكثر رحلتنا النهاردة مع الأستاذ بسام شماع المؤرخ التاريخي. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا بك، منورنا النهاردة وفي مسهرني. بنوركم وبنور الشعب المصري. ربنا يخليك. احنا النهاردة كده بقى مش عايزين نقول حضارة من 7000 سنة ويا ترى وصلنا لازاي الحاجات اللي وصلنا لها، لكن احنا عاوزين ندخل بقى في الحياة المصرية ويمكن تحديدا الشخصية المصرية. يعني رحلتنا النهاردة كده عايزينها تكون بقى ازاي الشخص المصري القديم، رجل او امرأة، قدر ان هو يوصل ويقدم لنا حضارة قاعدة معانا يمكن الله اعلم لغاية فين، بس هي مبدئيا لغاية حوالي اكتر من 7000 سنة. فخلينا كده نبتدي الرحلة معاك ونستفيد شوية من خبراتك ومعلوماتك طبعا. بشكركم. ومن علمك كمان. بشكركم. أستاذ بسام، المرأة المصرية. وخليني كده أبدأ بالمرأة، ودايما نقول المرأة هي يعني نصف المجتمع، ويمكن لو ما كانتش هي اللي بتقوم عليها المجتمعات. المرأة المصرية ازاي قدرت ان هي تعتلي عرش مصر، وقدرت ان هي تحكمها لفترات، وفي نفس الوقت قدرت ان هي تقوم عليها حضارة كاملة، وكانت من ضمن الناس اللي كانت بتقوم عليها الحضارة دي. طيب انا ناوي في الرحلة اللي انا هاخدكم فيها ديت، اللي حضرتك تفضلت يعني وعزمتينا عليها. هذه الرحلة نتخيل فيها مع بعضنا ان احنا كده على قارب من سيقان البردي زي ما كانوا بيعملوها زمان. تمام. وبدل ما هنبحر بقى في نهر النيل وعلى مواجهات بقى نهر النيل الفضية العظيمة دي، هاخدكم عبر الزمن. تمام. وفي الرحلة دي هنغير كثير من الأشياء الكلاسيكية اللي احنا عارفينها ومذكرينها. تمام. بل أصبحت جزء من موروثنا لأن احنا بنسمعها على طول. تمام. خلينا نبتدي بأهم رقم في تاريخنا عبر يعني 100 مليون مصري تقريبا. تمام. حضارة 7000 عام. أول ما بتيجي الرقم ده أو بتيجي الحضارة المصرية القديمة على طول المورد الفتاحة بيبقى 7000 سنة. الرقم ده انتهى خلاص. تمام. الرقم ده خلاص كده احنا خدناه. الناس اللي هي مهتمة أو رصدة اللي بيحصل في التاريخ وحطناه على الشلف، فأصبح يعني أثر ينظر إليه. تمام. زي كده الأثر اللي بينظر إليها. أوكي. طب ده ليه حصل؟ لأن خرجت علينا عالمة معتبرة اسمها سارة باركاك في سنة 2016، وفي منظمة أثرية حضارية محترمة قالت أن الذي اكتشف من آثار مصر أقل من 1%. تمام. العبارة دي غيرت حياتي أنا شخصيا. يعني حياتي اللي أنا بقرأها دي بقى لي 38 سنة في مصر القديمة دي، العبارة دي غيرتها. لان احنا كنا متعودين نسمع رقم تاني، كنا سامعين الناس احنا اكتشفنا 30% بس، في عالم اخر قال 40% بس وفاضل 60%. فتاتي هذه السيده التي تتكلم بصور الاقمار الاصطناعيه. يعني بتتعامل مع ناسا، وناسا بتديها الصور وهي بتاخد الصور دي بتحللها وبتشوف ايه المبنى ده وايه المبنى. واول مره كنا نسمع حاجه اسمها هرم محتمل، يعني ما كناش نسمع. ما انا بقول لك بقى في حاجات كتيره دخلت علم المصريات. تخيلي علم تاريخ ويتجدد. طبعا. حاجه عجيبه قوي يعني. النهارده خلاص تاريخ التاريخ. بالظبط، ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله، اللي هو متثبت. لا ده تاري التاريخ ده راخر. علم فلكسبل، ما في ليونه وفي مرونه وفي تغيير وفي اضافه، وكل ده لصالحنا. طب قول لي، بكل ده لسه في ناس مستمره على ان هي تبحث وتدور وتجدد في العلم ده؟ بالظبط كده. ده العجيب يعني. والدليل على كده ان انا لو انت لاحظتيني من 15 سنه كنت بقول الحضاره الفرعونيه، دلوقتي انا بغلط اللي بيقول الحضاره الفرعونيه وبستخدم الكلمه اللي احسنت عندما استخدمتيها، الحضاره المصريه القديمه. لان كلمه الحضاره الفرعونيه دي خطا دلوقتي تاريخ كبير انك تعمليه. يعني تقولي الحضاره الفرعونيه اديك 0 من 10 في الامتحان. ففي حاجات بتتغير، وده بيثرينا احنا كمصريين.
طب قولي لي تملي اسمنا فوق الباحثه او العالمه اللي اكتشفت ان هي يعني اقل من 1%. اقل من 1%. ايه السبب ان هي تذكر المعلومه دي؟ اكيد كان في دليل. هي مش تطلع بالمعلومه وتقولها. اشتغل بكم ابحاث وصور وبينت صور، وزي ما اتفقنا اتفقت مع وكاله الفضاء بالاقمار الاصطناعيه ناسا، واخده صور من فوق فتبدا هي. ادي واحد. اتنين، حضاره 7000 عام زي ما اتفقنا، خلاص بقى رقم قديم. لان خرج علينا كانت ويكس، وهو من العلماء المعتبرين، راجل عاش في الاسر اكتر من 30 سنه. ولما انا قابلته، انا فاكر كويس لما انا قابلته زمان في شغل كده، قال لي انا اولادي، راجل امريكاني، اولادي في مدارس في الاسر، وقال لي انا مرادي اولادي البلوندز الشقر الوحيد اللي في المدرسه، على اساس ان هم امريكان وشعرهم اصفر يعني. فتخيلي حضرتك، احنا بنودي ولادنا للمدارس الاجنبيه وهو جايب ولاده يتعلموا. من كتر حبه ومن كتر عشقه للاقصر، هو ومراته قعدوا فوق ال 30 سنه، مراته ايضا عالمه مصريات. وهذا الرجل خرج علينا باكثر من عمل، منهم عمل قال فيه جمله تانية تغير برضو الحياه. ان البشر عاش على ارض طيبه، الاقصر. طيبه الاسم القديم يعني ليها، منذ على الاقل 500,000 عام. مين اللي بيقول؟ راجل قاعد يذاكر في تراب وينقب ويكتب 30 سنة فوق ال 30. فوق ال 30 يعني لما انا قابلته من 10 ولا 15 سنة كان فوق ال 30، عدى ال 30. فنحن نتكلم عن ناس لما بتطلع عبارة وبتكتبها في عمل، العبارة دي هو بيبقى مسؤول فيها قدام العالم. طب قول لي كده يا استاذ بسام، يعني هي كده المفروض نقول حضارة كام سنة؟ اكتر من نص مليون على الاقل. الراجل كمان كان الاجنبي بيقول كده، او انا يا مصري اجحف بحضارتي ومع النقاش بالعمق اللي هو عملها دي. والراجل ده عندما يتكلم يتكلم بآثار، مش بيتكلم من الهوى او من حبه. يعني مثلا لو الكلمه دي طلعت مني او منك، مصريين بيحبوا بلدهم، فالناس ممكن تبقى في مبالغه يعني بيقولوا بيزودوها شويه. في الحب حلو يعني، بس مبالغه في التاريخ لا، او مره في العلم لا. اعمل العلم زي ما هو. وبما ان الراجل ده ما فيش حد بعديه، على الاقل في قراءاتي المتواضعه، نفى الكلام ده او قال لا الاثار اللي هو استخدمها عشان يقول جمله زي دي غلط، يبقى انا ماشي على هذه الجمله لغايه لما نشوف. لكن لغايه دلوقتي انا عندي المعلومتين دول. اذا هذه مجموعه من البشر مجتمعه في مكان، ستات ورجاله، تمام كويس، وبيفرزوا اللي بعد كده احنا هنسميه الحضاره بقى اللي علمت العالم. تمام. لان مش منطقي ان انا اجي اقول لك ابني لي هرم بكره، او خدي ب 10 جنيه وروحي ابني انحتي لي مقبره بالوان تحفه 200 وي متر في الجبل. فين النوها؟ فين ازاي هعمل ده؟ تمام. فين الكفاءه؟ فين العمال؟ انت علمتي كام عامل عشان؟ فاذا كده بقى العمليه بقت منطقيه، ان يوم توحيد القطرين ده، ويوم ما نعر مر عمل الحرب الشهيره من الجنوب للشمال، وحط القطرين مع بعض، الكلمه اللي انتوا كلكم ذكرتوها في المدرسه، مينا موحد القطرين، او نار من موحد القطرين، واحنا بنسميه نعر مر، وانا مصر ان احنا لازم نقول الاسم الهيروغليفي الصح. لان هو اسمه نعر مر، مفيش في الهيروغليفي حاجه اسمها نار. امال ايه نعر مر دي؟ انا بتخيل ان العين ما كانتش موجوده وما زالت في اللغات الاجنبيه، يعني في الفرنش مفيش عين، في الفرنسية في اللغة الفرنسية مفيش عين، في اللغة الإنجليزية مفيش عين. فلما جومي يعني لو أنت اسمك اعتماد، الإنجليزي لما هيجي يقول لك هيقول لك اعتماد، لأنه ما عندوش عين. ما عندوش عين. فنعر مر العين بقت ألف. فأنا بتخيل إن لهذا السبب أصبح نار، وهم استسهلوا. فبالتالي هم عملوا مجهود كبير، طبعا تعظيم سلام لكل واحد بيحب حضارتي، ما بقولش لا. لكن أنا لازم أرجع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى إن أنا أعمل ده. وخدي بال حضرتك، دي بقى الجملة اللي أنا قلت لك دي خلتني أنا في أحد أعمالي الموسوعية أغير. أنت بتتكلمي على عمل موسوعي 700 وصفحة.